عسى الله يخليها لك يا رب. القانون العام هو اللي يحدد علاقة الأطراف اللي تكون الدولة هي فيها طرف. شلون الدولة تكون فيها طرف؟ يعني بالمثال نبي نفهم حنا وياكم وش القانون العام. الدولة تكون هي مصدرة النظام وهي طرف في النظام، مثل القانون الإداري. القانون الإداري طبعا يختص في نظره ديوان المظالم المحاكم الإدارية، وهو يحدد علاقة الفرد مع الدولة. أنا كموظف مثلا كنت مستحق لترقية ولا ترقيت، وصار في قرار أني ماني مستحق للترقية، طيب وين أروح؟ من الطرف اللي أنا بروح أخاصمه؟ ديوان المظالم المحكمة الإدارية اللي يكون فيها الدولة طرف في المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية هي تنظر كجهة قضاء مفصولة تماما، هي تنظر بعين العدل حتى وإن كان الطرف اللي فيها طرف من أطراف الدولة اللي يختص بالقانون العام. الأمر الثاني القانون الجنائي. القانون الجنائي اللي جالسين نتكلم عنه يمكن هو اللي متصدر مساحات السوشيال ميديا بشكل كبير. كل الناس تسأل عن القانون الجنائي، وش حقوقي يا ولد عشان ما أنكب، يا ولد أنا مثلا، وكثير تصير في مشاهير السوشيال ميديا وصارت قضايا بالهبل، وطلعنا على شيء كثير كان هدفها أنه يجهل في القانون الجنائي وش الحقوق اللي علي، وش الواجبات اللي مفروض أني أنا أتخذها، ويقع كثير يعني درب مزلق خطر بالقانون الجنائي. الدولة من الركائز اللي عليها أنها تحفظ أمن المجتمع، وحفظ أمن المجتمع لابد أنه يكون في سن عقوبات يتم المعاقبة عليها، ولا يكون العقاب اللي من صاحب السلطة. لو كان الأمر متروك كذا، يعني مثلاً على النطاق الضيق، لو كل واحد شاف لو واحد أخطأ وعاقب وسوى جريمة راح وعاقبه. بعض الناس يجي يقول والله يا فلان ضربني واخذت حقي بيدي، لا مو على كيفك تاخذ حقك بيدك. في قانون ينظم العلاقة هذه، ينظم العلاقة الجنائية، سواء أنت صاحب حق ولا عليك الحق. لما تلو القانون ولا مقطع كلامك مثل الإشارة، لما تكون شغالة كل يوقف ينتظر أنها تفتح ويمشي، لكن لا صارت طافية جاء طمير على الأرصفة ومصطادمه. لا لا لا. والله العظيم صادق هذه شيء في الشارع. إيه أنا بس جالس أشوف منين جاين الطمير ذا، ولا هين الإشارة حمراء. لا والله في عندنا والله إشارة عندنا في حي اللي إحنا ساكنين فيه. إيه؟ كانت شغالة يوم جاي يوم أنا رايح للجامعة. اسلم كانت خربانة، واحد صدم له واحد طمر على الرصيف قد فوق الرصيف. لا اله الا الله. صدق هنا حصل الطمير. هنا القانون، القانون ما يصير فيه طمير، تصير الاشاره حمراء. صحيح. عشان كذا هو القانون الجنائي ينظم علاقه الافراد فيما بينهم. واللي ينظمها مين؟ القانون. من اللي ينظمها؟ من اللي سن القانون؟ الدوله. هي اللي مخوله في سن النظام الجزائي. كذلك من الأشياء اللي في القانون الدولي العام، القانون العام، القانون الدولي، تسلم كثر خيرك بس يا مع السلامة، اللي هو القانون الدولي اللي جالس ينظم علاقة الدولة مع الدول الثانية. كيف جالسة تنظم العلاقات، سواء بالعلاقات الحكومية ولا الدبلوماسية ولا حتى مع الخلافات، جالس ينظمها القانون الدولي العام. فهذا في القانون العام بشكل واسع، يعني في بعض الأشياء تنظمها مثلا اتفاقيات، في بعضها لا تنظمها مثلا معاهدات. من بعض الأشياء، من اللي ذكر قبل شوية المحكمة الدولية؟ أنا. وين مكانها المحكمة الدولية؟ أظني بيكون في الولايات المتحدة على حسب فهمي. حلو. طيب هل في قوانين خاصة للمحاكمات الدولية؟ نعم، المحاكمات الدولية على حسب ما نسمع في الأخبار وكذا، إيه؟ أنها يكون يعني معروضة على، يكون في لجنة يعني من كل دول العالم تناقش هذه المسألة، من الدول المشاركة يعني في المحكمة، لأن فيها عدد معين، مش كل دول العالم كلها مشاركة. في دول شاركت في هذا يعني مثل ما تقول في المحكمة الدولية، وفي دول إلى الآن ما شاركت على الاتفاقيات. على الاتفاقيات اللي تجمع. طيب لو صارت مشكلة مثلا بين دولتين على حدود إقليمية. على حدود إقليمية هنا يأتي التدخل من الدولتين، من الطرف الثالث اللي هي المحكمة الدولية، لحل هذا النزاع يعني على الأشياء، على المواقف التاريخية أو على كمية الانتساب. وهذا نوع من انواع اللي هو جالسين نتكلم عنه القانون الدولي. أيوة. وقبل هذا كله من القانون العام اللي هو
شكل الدولة، أي شكل الدولة؟ هل هو حكومي؟ هل هو رئاسي؟ هل هو جمهوري؟ هل هو يعني من الأشياء العامة اللي يسمى في القانون العام اللي هو القانون الدستوري. وحنا عندنا ولله الحمد يعني هنا عندنا النظام الأساسي للحكم، عندنا نظام هيئة البيعة، عندنا نظام مجلس الشورى، عندنا نظام المناطق، هذه كلها تندرج تحت النظام أو فيما يسمى بالقانون العام. هذا كله في القانون العام. ندخل على الشيء اللي يخصنا، خلاص قضينا من الشيء العام، ندخل على الشيء اللي يخصنا.